هيك احسن للبشره. شو لازم البس بهيك ايفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور. إذا كنت عم بتعاني من مشاكل بالأذن، الدوار والتوازن وطنين بالأذن، هلأ صار في حل لهالمشاكل بالعلاجات الطبيعية. إذا عم بتعاني من هالمشاكل ممكن أنه تتوجه للمعالج، بيفحصك وبيشوف شو المشكلة، لأنه كتير من الناس وقتا بيحسوا بالدوار بيوقفوا حركة، ما بعودوا يجمدوا يعني يجمدوا راسهم، ما بعودوا بصيروا خيفانين يتحركوا، بصيروا خيفانين انه غيروا وضع بالنوم بالوقوف، وهالشي مش منيح، ما بيساعدهم، فلازم يروحوا عند متخصص حتى يساعدهم. هيك احسن للبشره. شو لازم البس بهيك ايفنت؟ لازم رأيك. لازم شوف دكتور.